بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني احنا في الفصل السادس اللي هو التفخيم والترقيق، وصلنا لعند الراء، قطعنا شوط، لكن تذكير فقط في بعض الأمور حبيت أكرر على مسامعكم. التنويه اللي موجود في الفصل السادس، طبعا اليوم الحمد لله النفس التوافى بارك الله فيها نزلت هذا الفصل المعروض عليكم، موجود الآن في المنارة، قريبا اللي بعده قريبا اللي بعده، يعني ضل اثنين. تصنف صفتات التفخيم والترقيق في مصنفات التجويد الحديثة مش القديمة، لأنها صفات عارضة. طبعا الصفات العارضة معروف، ما هي الصفات العارضة؟ لا نسأل أي واحد، هي التي تعرض للحرف في أحيان وأحيانا لا تعرض. طيب سؤال هنا، كيف يمكن أن تكون صفة التفخيم في حروف الاستعلاء عارضة وهي التي تفخم في جميع الأحوال؟ إذا لا يعرض لها الترقيق، الصاد دائما مفخم، ساكنة أو متحركة كحرف الضاد إلى آخره. وكيف يمكن أن تكون صفة الترقيق في حروف الاستفهام عارضة وهي التي ترقق في جميع الأحوال باستثناء حروف ألف ولام وراء؟ وضعت السؤال وجواب واضح، هذا الكلام خطأ واضح جدا، ما بده جدا، لكن للأسف أنا بركز على الأمور من ناحية تربوية ومن ناحية الدين النصيحة. العقل مناط التكليف في الشريعة الإسلامية، يجب أن نستعمل عقولنا ولا نؤجرها لمين ما كان. إذا كان لابد فنذهب إلى السلف الصالح وندع المعاصرين مين ما كان بغض النظر، لأنه طالما لم يعين الإنسان الضليع في اللغة، وهذا إذا التهمة بتمس الجميع أولهم أنا، يعني ما تفكروش إني يعني بحكي من باب غير هالباب. الأقدمون لم يقوموا بذلك، وواضح جدا أن هذا يخالف المنطق، بس حبيت أنبهكم لهذه الشغلة، لأنه الآن نتعرض لضغوط وسيول هائلة من الشيوخ من المفسرين والفقهاء والدعاة إلى آخره، وللأسف حسب تجمعاتنا إذا قال فلان اللي هو زلمتنا يعني خلاص، وابتعدنا عن قال الله وقال رسوله إلا من رحم ربي. أنا بهمني في التجويد ابتعدنا عن الأقدمون، عن الأقدمين اللي نقلوا لنا الصوتيات، وتتبعنا أقوال المعاصرين وكثير منها إضافات لا لزوم لها، بالعكس خاطئة، وبعضها فيما يتعلق بالأداء خاطئ وممجوج، وسأشير إلى شيء من ذلك بعد قليل فقط. ثم بعد هذا التنويه ذهبنا إلى الحروف التي تفخم في بعض الأحوال وترقق في أحوال أخرى، وهي الألف واللام من لفظ الجلالة والراء، وطبعا لام ورش يعني، لكن ورش خاص في نفسه لذلك ما ذكرنا. نبدأ بالراء، وطبعا الراء أخذنا أحوال تفخيمها وأحوال ترقيقها، إذا كانت مفتوحة مخففة أو مشددة كيف كيف، يعني الرحمن مثلا، الرحمن هذه راء واحدة ولو أنها مكونة من راءين يرتفع بها المخرج ارتفاعة واحدة.
إلى آخره، وإذا كان الساكن أو اللي قبله مفتوح، وإذا كان إلى آخره. هذا أخذناه وبدناش نعيده لكي يعني نغتنم هذا الوقت وننهي هذا الباب. وأيضا أحوال ترقيق فصلناها بالتفصيل، يعني تفصيل يكاد يكون مملا. نأتي لجواز الترقيق والتفخيم، وهي كلمات معدودة معدودة يجوز فيها الراء الوجهان، التفخيم والترقيق في الحالات التالية: كلمة التفخيم والترقيق في الوصل، وفي الوقف لها حالة خاصة اللي هي طبعا إذا كانت الراء ساكنة وقبل حرف مكسور وبعد حرف استعلاء هي كلمة فرق. هي كلمة واحدة بس احنا بنحط الشروط، الشروط لا تتوافر إلا فيها. بنطلع على الكلمة نفسها، هيها الراء ساكنة وقبلها حرف مكسور اللي هو الفي وبعدها حرف استعلاء مكسور فرق. ففي الراء وجهان: التفخيم والترقيق، وذلك حال الوصل، حال الوصل. فمن فخم الراء فرق فرق نظر إلى حرف الاستعلاء بعد الراء، وما نظر لحركته، ومن رققها نظر إلى كسر حرف الاستعلاء قن، حيث ضعفت قوته فضعف تأثيره لتحركه بالكسر المناسب للترقيق. طبعا هذا تعليل تابع للقراءة وليست القراءة تابعة للتعليل، لأن الأصل فيها وجهين. نعم، أما هو اللي رققها وفخمها، رققها وفخمها لأنه استلمها هيك، لكن لما نيجي زي ما صار واضح يمكن في مبحث توجيه القراءات، حيث ضعفت قوته لتحركه بالكسر المناسب للترقيق إضافة إلى الكسرة التي قبل الراء، فرق الفاء مكسورة والقاف في الوصل مكسورة، فصارت الراء واقعة بين كسرتين. وقد أشار الإمام ابن الجزري في المقدمة الجزرية إلى هذا الخلاف فقال: والخلف في فرق لكسر يوجد. الخلف يعني اختلاف القراء، التفخيم والفرق. بس بتلاحظوا في فرق الراء ساكنة والفاء اللي قبلها مكسورة، يعني حرف مكسور واللي بعدها حرف استعلاء، وكله في نفس الكلمة الراء واللي قبلها واللي بعدها. هون إذا انفصل حرف الاستعلاء عن الراء الساكنة التي قبل حرف مكسور تصعر، طبعا في قراءة تصاعر ما بيأثرش هذا على حكم الراء، لأن كانت الراء في آخر الكلمة هي تصاعر، بينما فرق في وسط الكلمة. وكان حرف الاستعلاء في الكلمة التالية يعني منفصل عنها، فإن الراء ترقق. والوارد من ذلك في القرآن الكريم 3 مواضع هي: ولا تصعر تصعر خدك، هي الراء ساكنة وقبلها مكسور تصعر خدك، الخاء كلمة ثانية. وتصعر بلا ألف بعد الصاد هي قراءة ابن كثير وابن عامر وعاصم، وفيها قراءة بمد الصاد تصاعر للبقية السبعة: نافع وأبي عمرو وحمزة والكسائي. والراء مرققة في القراءتين لأنه الحرف الاستعلاء فصل في كلمة أخرى، إذن ليس لازما لها في كل الأحوال. فاصبر صبرا جميلا أن أنذر قومك. بس هذا التنبيه الأول. إذا سكنت الراء وكان قبلها حرف استعلاء ساكن وقبله مكسور مصر فرق، زي فرق بس فرق مكسورة، إعرابها مكسورة. هون مصر مبني على الفتح، والقطر أجت مرة واحدة
ليست مبنية، لكن لم تأتي إلا مرة واحدة مكسورة، وأسلنا له عين القطر. أما مصر فقد وردت أربع مرات في أربع مواضع، وهي: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن اتخذا لقومكم بمصر بيوتا، أو بيوتا قراءتين يعني، في مصر هي مجرورة لكن بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف، في يونس: وقال الذي اشتراه من مصر، مبنية على الفتح في محل جر في من، ادخلوا مصر مبنية على الفتح في محل نصب لأنه مفعول به، لاحظين التعبير، مبنية على الفتح في محل نصب لأنه الفتح علامة بناء، النصب علامة إعراب. وفي يوسف: ادخلوا وملك مصر، لا هذه ملك مصر هذه ليست في يوسف، لا حول ولا قوة إلا بالله، بدها تصليح، هذا في الزخرف، والرقم الآية بده تصليح، الأخت النفس التواقة تنتبه، الله يرضى عليك. سجلت تغييرها مع تغيير الهاء، وهي في الوصل متحركة بالفتح في كل المواضع الأربعة فهي مفخمة، فإذا وقف عليها جاز في الراء وجهان: التفخيم والترقيق. أما القطر فلم ترد إلا في موضع واحد، يعني بنصير في مصر نقول مصر ونقول مصر، أما القطر فلم ترد إلا في موضع واحد في القرآن الكريم في قوله تعالى: وأسلنا له عين القطر في سبأ، آية 12، وهي في الوصل متحركة بالكسر عين القطر لأن مضاف إليه، فهي مرققة، فإذا وقف عليها جاز في الراء وجهان: التفخيم والترقيق، زي مصر. وفي هاتين الكلمتين حجز بين الراء الموقوف عليها، برضه هون بدها كلمة، سبحان الله، الموقوف عليها وبين الكسر الذي قبلها ساكن حصين، يعني حرف استعلاء، وهو الصاد في مصر والطاء في القطر، فمن فخم الراء اعتد بهذا الحاجز الحصين، يعني حرف مفخم، يعني بنجيب بعده لما نوقف عليه، طالما سكنت الراء بنفخم مصر القطر، ومن رققها لم يعتد بهذا الحاجز وإنما نظر إلى الكسرة التي قبله فقال مصر القطر، واختار الإمام ابن الجزري التفخيمة في راء مصر والترقيقة في راء القطر عملا بحال الوصل، الراء في مصر في الوصل مفتوحة مفخمة، والراء في القطر في الوصل مكسورة مرققة، وبهذا الصدد يقول العلامة المتولي: واختير في الوقف مثل الوصل في راء مصر القطر يا ذا الفضل. تمام، الآن هذا مقدم، يعني لو أجا واحد وقف على مصر ما بنعمل مشكلة، مصر لأنه جائز، أما هو المقدم الفتح. لكن إذا قرأ مثلا سمعنا إمام بيقول وقف عليه، بلاش مصر لا يوقف عليه، القطر، قال القطر، ما نعمل مشكلة، نقول له وين دليلك؟ زي بعض الناس، جائز، طالما جائز لا حرج، لكن المقدم اللي هو المختار يعني. لا حفص غيره، احنا عم نتكلم هنا نتكلم عن جميع القراء. تجويد حفص للأسف هذا جديد، زمان ما كانوا يقولوا تجويد حفص، كتب الصوتيات تتعلق بقراءة القرآن بغض النظر حفص ولا غيره، ما في فرق هون حفص وغيره، وهذا المفهوم أيضا من المفاهيم الخاطئة. نيجي بنعلم، لما قلنا ورش قبل شوي له حالات خاصة، هذا حالات خاصة، عموميات الصوتيات تخص ورش وغيره، لذلك انعكس هذا المفهوم الخاطئ للأسف على الأداء. يجي واحد بيقول لك
بدي اقرا عندك قانون. طيب اخذت تجويد يا عمي، قلت يا عمي بدي قراءات بديش تجويد، فكر قانون بدوش تجويد، بدي حفظ بس التجويد. التجويد كيفية النطق، سواء قرينا لحفظ او قرينا لقانون بدنا نجود، بس شو الفرق؟ مثلا حفظ مثلا على سبيل المثال بيقول مثلا اللهم صل على سيدنا محمد يلهث ذلك، هاي قراءته بيدغم، روح على قالون لا يلهث ذلك ويلهث ذلك، له الوجهين ماشي. قالون مثلا عاد اللولة لؤلة، ما عندوش حفص. هذه الأمور الاختلافية. أما إنه الهمس بيختلف، لا طريقة أداء المفخم بيختلف، الخاء عند حفص غير الخاء عند لا نفسه. ويا ليتنا نخرج من هذه القوقعة، يظن الناس أن التجويد فقط لحفص، هذا عندنا في المشرق، في المغرب العكس، يظن الناس أن التجويد فقط لورش، لقالون أو ورش حسب القراءة يعني اللي بيقروا فيها الناس. كتب التجويد القديمة تناقش الأمور بعمومياتها، وإذا في تفصيلات بفصل. بارك الله فيك. ويلحق بما ذكر من جواز، حيث جواز التفخيم والترقيق عدد من الكلمات وردت في القرآن الكريم وتنتهي براء مكسورة بعدها ياء محذوفة للتخفيف، لاحظين التخفيف، واللغة العربية قديش فيها تخفيف. الكلمات هاي كلمتان تقعان في رؤوس آيات، في رؤوس آيات فهي في مواضع وقف، والكلمتان هما الأولى نذر، في مواضعها الستة نذر، يعني اللي مش معرفة النذر، لا نذر أي 16 و 18 و 21 30 37 39 مسجلة. الأخرى يسر، يجوز فيها نذر ونذر، ويسر ويسر، وهاتان الكلمتان انتبهوا يجوز فيهما الوجهان الترقيق والتفخيم زي ما قريت، وقفا مع ترجيح الترقيق مرجح، مش معناته مرجح ما نقرأ له، لأنه إذا قرينا ترقيق 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 راح التفخيم، لا اثنين موجودة، تقرأ هاي بنقرأ هاي. فمن رقق نظر إلى الأصل وهو الياء المحذوفة للتخفيف، أصلها نذري وهي قراءة ورش، لكن ورش في الوصل، لكن في الوقف نعم يحذف الياء، هيك مذهبه في ياءات الزوائد زي ما انتم عارفين تبعين ورش. واجرى الوقف مجرى الوصل، شو يعني مجرى الوصل؟ في الوصل بيقول يسري يسري، حتى اللي ما عندوش ياء مثبته، والليل اذا يسري، هل في ذلك؟ الراء مكسوره في الوصل، فحركتها تدبرها فيوقف عليه بالياس يسر. هذا لمن نظر إلى الأصل، أما من فخم فلم ينظر إلى الأصل ولا إلى الوصل واعتد بالحالة الراهنة اللي هي العارض، شو العارض؟ حذف الياء، يعني يسر ما فيها ياء، فخم واعتد بالعارض وهو الوقت بسكون الراء وحذف الياء، ولما تروح الياء في يسر مثلا بتصير ساكنة قبلها فتح مفصول بحرف غير حصين، يسر كأنه مش موجود، وحكينا هذا في التفخيم فطبق عليها يعني قانون التفخيم. ولضمه في ونذر سكنت وقبلها مضموم فخمها، إذ كل ذلك موجب للتفخيم. لحد الآن الأمور ماشية. وقد انقسم، حلو هاي انقسم،
بعض المعاصرين إلى فريقين بالنسبة للوقف على هاتين الكلمتين، وكل فريق، هذا شيء عجيب، يرجح وجها ويشنع على من يقول بالوجه الآخر. وهذه للأسف هذه عادتنا وتربيتنا نحن العرب، التربية الهمجية. أبدا، طالما أنت بتخالفني ولا بعرف أقول بتعرف عليه، حتى أنت مبتدع، ويشنع على من يقول بالوجه الآخر. أما حلوة، أما هذا، وقد أشار الإمام ابن الجزري والإمام المتولي إلى جواز الوجهين، فما كان لهذا الخلاف أن يقع. بس أئمة حكوا، ظلك ساكت. ولكنه خلاف غير قائم على أساس، وبالتالي لا يؤبه به. أنا قلت ليش قالوا بالوجهين، يعني سوى وجه بدون واحد، لم ينتبهوا لقول ابن الجزري. وبعض بيقول لا يا أخي ابن الجزري ما حكى، لا حكى، بس وين حكاها؟ ما حكاهاش في التفخيم والترقيق، لاحظوا لا يقرؤون، بل ذكرها في بند الراءات تبعات ورش، بدأ فيها وين بفخم إلى آخره. بعدين في الآخر لما خلص الباب عاد ابن الجزري بحط تنبيهات، زي التنبيهات اللي قدام، واحنا هاد باخذينها منهم من أئمتنا، فحطها في التنبيهات جواز الوجهين. والعلماء أمثال مثلا اللهم صل على سيدنا محمد المتولي نقلها من هناك، اللي مش علماء لا اطلعوا على المتولي ولا اطلعوا على ورش، بل راحوا على الأبواب العامة وقالوا ما ذكرهاش ابن الجزري. طيب ما ذكرهاش ابن الجزري، ومين انت حتى تجتهد فيها؟ سبحان الله. وافرض ما نقلها ابن الجزري، افرض فرض يعني، ولا المتولي، ما لك حق تجتهد، لا اجتهاد. آخرون غيرهما نقلوا جواز الوجه. أيضا يلحق بها الكلمات التالية: أن أسر، وطبعا زي ما أنتم عارفين أن أسر فيها قراءة لورش أن أسر بالنقل، وبالتالي لما ينقل بتصير النون مفتوحة، أن أسر في طه والشعراء، فأسر وفيها قراءة فسر في هود، وفي الحجر في الدخان، وفي الجوار في الشورى الجواري، وهي فيها هون الجواري كسرة زايدة، هي صار 3 كلمات خطأ تصلح كله، في الشورى والرحمن والتكوير. وهذه الكلمات لا يجوز الوقف عليها إلا اضطرارا أو اختبارا، بينما احنا قلنا في يسر ونذر رؤوس أي يقبل. مع جواز الوجهين الترقيق والتفخيم، فمن رقق نظر إلى الأصل وهو الياء، لأن أصلها الجواري، أما من فخم فاعتد بالعارض وأجرى قواعد التفخيم زي ما شرحت. انتهى، خلاص خلصنا. بس بننبه على أمور بسرعة. الراءات المتحركة في الوصل إذا وقف عليها بالسكون، كل الكلام اللي حكيناه بنجري عليها الأحكام السبع. فإذا وقف بالروم فيما يجوز به، الروم يجوز في المضموم والمكسور، لا يجوز في المفتوح، وهو المضموم والمجرور، فحكم الراء حال الروم كحكمها حال الوصل، ورومك كالوصل، لأن الروم جزء من الحركة، فهو حركة حتى لو كانت قصيرة قدر الأصول لتأصلها، فتفخم إذا كانت مضمومة وترقق إذا كانت مكسورة، لأن الروم حركة ولو كانت قصيرة. 2، وهو المهم، وهذا طبعا عادتي يعني، بعرفش إذا كانت كويسة ولا لا، كل ما أسمع شيء أو أقرأ شيء خطأ بدونه عشان إن
ننبه الناس، لأن للأسف الناس تقرأ بدون تمحيص كما تأكل بدون تمحيص أبدا. المهم بدنا ناكل. قيل لأحدهم في أحد البلاد العربية إنه في المواد هاي اللي تباع في الطرقات أو معلبات فيها مواد مشعة، بيعملوا تقرير صحفي، فبيحكوا لمواطن معين، بدناش نحكي البلد، مش قصدنا احنا الناس. وطبعا فيها نوع من الرخص، فشو قال المواطن؟ عاوزين نعيش يا بيه. أحسنت، أي من أرتيريا، هي لهجتهم، صحيح. عاوزين نعيش يا بيه، يعني بناكل أي حاجة وبنقرأ أي حاجة وبنصدق أي حاجة، يعني شو بدي أحكي؟ الله لا يضيع لكم أي حاجة في أي حتة. يعني الراء في الرحمن وفي الرحيم، قرأت العبارة ولا تزال ترن. يقول الأفندي، ولما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، المجود الماهر هيك يقول، عندما يقرأ بسم الله مكسورة، يروح على الراء بسم الله الرحمن. هيك بقول هو، يرقق الساكنة بسم الله الرحمن، في بسم الله الرحمن الرحيم. الراء في الرحمن وفي الرحيم إذا سبقت بكسرة كما في بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن مسبوقة بالهاء في لفظ الجلالة مكسورة، والرحيم في نون الرحمن، تبقى مفخمة بساكنها ومتحركة لأنها تعتبر مفتوحة. ومن يقول بترقيق الراء الساكنة، ومن يقول بترقيق الراء الساكنة الكسرة التي قبلها، فهذا خطأ كبير، لأن الراء الساكنة منقلبة عن لام تعريف للإدغام، الرحمن الرحيم، ومدغمة بتصير الرحمن الرحيم في المتحركة، والإدغام زي ما اتضح لدينا إنما يقصد به تسهيل النطق باستعمال مخرج الراء مرة واحدة، بدل ما يرجع مرتين على الرحمن على اللام على الراء على الراء، بينما ترقيق الساكن يؤدي لاستعمال مخرج الراء مرتين، مرة للساكنة، وبالتالي يصبح النطق عسيرة. سبحان الله سبحان الله، هذا الخطأ وهذا البلاهة تتحول إلى القارئ الماهر، وهذا مناف لقوانين الصوتيات، وبالتالي مناف للنقل الصوتي، وحاشا أن يقول به العلماء. وافهموا من هذه الجملة ما أردتم. ثلاثة، يرقق ورش كل راء متحركة بالفتحة أو الضم، المكسورة لا خلاف الكل برقق، لكن ورش برقق المضمومة والمفتوحة التي يفخمها غيره بشروط، ليس هنا مجال تفصيلها. نعم، عشان ما حدش يجي يقول طيب ما هي ورش، هاي نحكت بنتي ورش، تفصيلها في رواية ورش، فبنروح ماشي. وهذا ما لزم في الفصل السادس، انتهى الفصل السادس، نذهب بإذن الله وبعونه إلى الفصل السابع، لا هو الفصل الثامن الحقيقة، راح أغيره، لأن الفصل السادس هو الإدغام والإظهار اللي شرحناه، والقلب والإخفاء يكون رقم 7، لأنه العنوان قديم والتبديل صار جديد، وهو آخر أبواب فتح الرحمن. ماشي، وإن شاء الله يعني ناخذ في وقت كافي، لأنه معظم الخطأ في التلاوة يقع هون، يقع في الجوامد، اتفقنا الحروف صائطة وصامتة، يعني ذائبة جامدة في الفصل الرابع فصلناها، طبعا بسبب خاصيتها تقع فيها أخطاء كثيرة وواضحة، سنوضح ذلك فيما بعد. القصر والمد
طبعا في بعض الكتب المد والقصر، يعني هي فدلكة، لكن الأصل نبدأ بالقصر والمد، لأنه الأصل القصر. القصر لغة الحبس، ومنه حور مقصورات في الخيام، مقصورات في الخيام في الرحمن 72، أي محبوسات فيها. وفي الاصطلاح هو جريان الصوت بحرف من حروف المد واللين الثلاثة، ألف واو ياء، اسمها مد ولين مع بعض، بس احنا نسميها حروف مد اختصارا. أو حرفي اللين اللي هم الساكنين قبلهما فتحة بمقداره الطبيعي. الحقيقة بعض الناس لما يقرأوا حروف المد واللين بيجمعوا الخمسة، فكروا المد الثلاثة وبدخولهم مد، لا، اسمها هاي الثلاثة مع بعض فيها مد وفيها لين، بينما الواو والياء الساكنات المفتوح ما قبلهم اسمهم لين، ما فيهم إلا لين فقط. وللأسف كثير من الكتب تقول بكتبوا حرفي المد واللين ثم يقولوا وحرفي اللين فقط. هذه فقط يعني بتيجي أثناء الشرح وأثناء التوضيح، أما إن سميهم حرفي اللين فقط يعني هذا كلام يعني دون آخر. نعم، مد بسيط مش زي هذاك، لأنه يقول أبو علي أليس فيهم مد؟ فيهم، إحنا نحكي عن الوضع الطبيعي، مد ما شرحنا هذا وقلنا إنه أقل من حركة، وأحيانا يقول أقل من حركتين، وقلنا الخلاف اللفظي وفصلناهم تفصيل. فالمد فيهم قابلات للمد، لكن مش زي حروف المد واللين، لأنه يعني متحيزات لهم مخرج محدد. عن سيأتي إن شاء الله. صحيح، لا يصير أربعة، أقل من أربعة. صحيح، هذا إذا اعتبرنا أنه زيادة اثنين، هذا بدها توضيح لسه، يعني هذا هو المتبادر للذهن. نعم، أو حرفي اللين بمقداره الطبيعي التي لا تقوم ذواتها إلا به من غير زيادة عليها، هذا التعريف. طب لما نقول مثلا عليهم، كيف ننطقها عليهم؟ ما بنقول عليهم، نقول لذلك هي مقدار المد اللي فيها، وهو أقل من حركة عليهم. ماشي؟ وحتى لما نوقف عليها، لأنه عليهم هون الياء، لما نوقف عليها وقفنا أو وصلناها، لأنه الياء ليست قبل الحرف الأخير. أما لما نيجي مثلا إلى صيف، هون صارت بسبب السكون العارض صيف فقط، هذا الأصل اللي فيه، ما في داعي نقول صيف ونقول هاي حركة، لا أصلا. يعني خلينا نكون واضحين، الساكن لا يقاس بحركة أصلا، بس هي من باب التقريب والمقارنة، وإلا فالساكن ساكن مش متحرك، كيف نقيسه بحركة؟ وحيث أنه ما عندناش مقياس يعني محدد، لا قديما ولا حديثا، بنقول يقدر في الزمن اللازم للحركة، وإلا فهو ليس متحرك أصلا يعني. سبحان الله. أي نعم، خدناه في الصفات. يقول اللين له تعريف، اللين هو أحد الصفات السبعة اللي ما لهاش ضد، وهو أنه خروجه بسهولة ولين من نفسه. وحروف المد واللين هي الواو التي قبلها ضمة، والياء التي قبلها كسرة، والألف، ولا ضروري أن نقول قبلها فتحة، لأنه تحصيل حاصل، لا يمكن أن تكون الألف مسبوقة إلا بفتحة. أما الواو والياء بتكون مسبوقة بفتحة وهي ساكنة، في هيك حالة بصير لها صورتين اللي هي بتصير ليه، وهي مجموعة في نوحيها. ومن أمثلتها قال، هكذا قال قال، ونقول قال. سبحان الله، يقول، لا نقول يقول الذين كفروا، أو ويقول و ي
يقول ويقول الذين لا يجوز آمنوا، هاي عندك عندك آمنوا 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 عادي. قيل في وسميت بحروف المد لأن لها قابلية المد والتطويل في الصوت حتى تصير ضعف طولها الأصلي أو أكثر، يعني إذا كان طولها حركتين إعرابيتين ممكن تصير أربعة أو أكثر، خمسة أو ستة مش أكثر من ذلك. وذلك بسبب أن أصوات هذه الحروف ذائبة، زي أخذنا الفصل الرابع الذوائب، فاكتسبت خاصية اللين والامتداد، وقد أشرنا إلى ذلك في الفصل الرابع، وأشرنا في هذا الفصل الرابع يعني، أو هو الأصل أن نقول في ذلك الفصل، إلى أن الأصوات الذائبة أقوى وأوضح في السمع إذا قيست بالأصوات الجامدة. الأصوات الذائبة اللي هي الألف والواو والياء الساكنة اللي قبلها حركة مجانسة، أقوى وأوضح في السمع إذا قيست بالأصوات الجامدة. والغريب إنه هذا الكلام موجود في الكتب، بعض الكتب المعاصرة، ويصفون حروف المد واللين بالخفاء، أليس ذلك كذلك يا أبو علي؟ نعم، هو كيف تكون خفية وهي أوضح في السمع من غيرها؟ هي مجهورة، كيف تكون خفية؟ هي تندرج ولا تخفى، الحرف الخفي هو الهاء فقط وليس الهاء وحروف المد، وهذا أيضا من الأخطاء المتداولة في أذهان المعاصرين. ولذلك فإن الخطأ في نطقها يكون أوضح ويبدو نابيا في الآذان غير مقبول وغير مستساغ عند اللي بيعرف صوتية، أما اللي ما بعرف إيش أحكي، كله عند العرب كما يقال يعني فت عدس، لأنه يعني العدس صار الآن يعني يقارب سعره سعر اللحوم. وحرف اللين خلصنا من هناك، هما الواو والياء الساكنات الساكنتان اللتان قبلهما فتحة، نحو قول، هي الواو لاحظين قول، لو كانت مدية بالمناسبة لا يوضع عليها سكون، يقول بصيرش نحط في القرآن سكون على الواو تبعت يقول أو على ألف قال، يوضع السكون فقط على الياء والواو اللينية، إلا إذا كانت الياء متطرفة لا توضع عليها نقطة، لا في المشرق ولا في المغرب بالضبط. وبذلك اتفقوا المغاربة والمشارقة على المتطرفة الياء، بينما المغاربة إذا تطرفت الياء والنون والفاء والقاف في مصاحفهم إذا تطرفت لا يضعون لا ينقطونها. مظبوط يا أبو، ينفق، نعم، مع أخذ بالاعتبار أن القاف عندهم نقطة والفاء نقطة تحت تحت الحرف وليس فوقه، ولا مشاحة في الاصطلاح، مو مشكلة. نحو قول اليوم، لاحظ الواو قبلها قاف مفتوحة، اليوم قبلها الواو ياء مفتوحة، خوف صا مفتوحة، قريش الياء قبلها فتحة، الميل الياء قبلها ميم مفتوحة، عليهم الياء قبلها ساكن طبعا فتحة، وسمي أو حرف مفتوح، وسميتا بحرفي اللين لخروجهما بامتداد ولين من غير كلفة، من غير كلفة، لكن الامتداد تبعهم أقل من امتداد الألف والواو والياء المادية، لا نقول ما في حاجز ماشي أو غير أو استعملنا الشفتين، وبالتالي يعني صرنا محصورين بحركة عضلية أو
مش زي وبضلك ماشي يعني، اركب الاتوبيس من وين يا ابو علي؟ من مصراتة لحد طبرق، وانت تقول ما حد يقول لك وين رايح، شايف؟ مثلا. وهذا اللي بيخلي الناس تبالغ كثير في المد، لانه ملوش عيار ومش متعودين على المقدار يعني. وسميتا بحرفي اللين لخروجهما امتداد ولين من غير كل. نرجع للمد، المد لغة الزيادة والتطويل. الزيادة والتطويل. وفي الاصطلاح هو إطالة زمن جريان الصوت. هاي اثنين. هاي أربعة. بحرف من حروف المد واللين الثلاثة، أو بحرفي اللين عن مقداره الطبيعي عند ملاقاة همز أو سكون. طبعا هذا في مد اللفظي. في مد معنوي اللي هو مد التعظيم ومد التبرئة، نجي له إن شاء الله. أقسام المد في القرآن الكريم. ينقسم المد إلى قسمين، أصلي طبيعي وفرعي. أصلي طبيعي، المد الأصل الطبيعي ما لا تقوم ذات الحرف إلا به وليس بعده همز أو سكون، فهو لا يحتاج إلى سبب. يعني قبل ما أخش بالتفصيل، يعني برضو مش قادر أفهم كيف يكون المد والقصر صفات عارضة طالما القصر لا تقوم ذات الحرف إلا به فهي أصلية. لذلك لما العالمين نقف عليها كعارض بنقول ليش وقفت حركتين؟ شو بقول؟ اعتدادا بالأصل مش بالعارض. المقدار الحركتين لا تعرض، هذه من جزء لا يتجزأ من الحرف نفسه، هو ما لا تقوم ذات الحرف إلا به. فما الشيء اللي لا تقوم ذات الحرف إلا به كيف يسمى عارضا؟ أخبروني. لا بحير ولا شيء، نريد ثورة عقلية، صدقني في كل شيء. الله أكبر الله أكبر. نكتفي إلى هنا، لأن هذا الباب كما قلنا أخطاء كثيرة جدا تقع فيه، ونمشي عليه 3 4 5 8 20 جلسة إن شاء الله. حتى الآن مقدار المد الطبيعي اللي بنحكي فيه صدقوني كثير من الناس لا يعرفون المقدار. كثير بيجوا عندي بالله شوفي قرايتي، مع أني ما بحبش هاي الشغلة، لكن أحيانا شخص كبير وهذا اقرأ العالمين كم هاي؟ اصفر واثنين، لا لا أربعة، صرت تحذر. فهاي الأمور يجب أن تكون واضحة جدا، لا يكفي أن نقول للطالب هذا بدها حركتين، لا يكفي، بدنا إحنا نمد له إياها مشان إحنا نعطيه المفاتيح مشان يعرف يمد. وهذا أيضا من أساليب التعليم اللي يجب أن تراعى عند تدريس الصوتيات، انه ندرب الطالب مش تعال واقرا او والله مد حركتين مد خمسه، لا بدنا نمد له. ليه؟ لانه ما احنا في بيئه فصيحه ان نيجي نصرف كلام فصيح، احنا عامه والفصاحه تتعلم. طالما ما تعلمناش الفصاحه هنجيبها منين؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، نكتفي بهذا القدر، ودمتم كما رمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها العامة أقصد أنتم مش اللي فيه.